امين كتعرف طاطا؟ لا صاحبي طاطا طنوبيل هنديه كتبيع طنوبيلات رخاص مالها والو غير شاري اللاند روفر والجاكوار. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من مارو جرون توريزم. في الحلقه ديال اليوم غادي نهضروا على الشركات ديال الطوموبيلات، شكون شاري شكون الشركه اللي كبيره، واش هما الشركات الاعتياديين اللي كيبيعوا بزاف، ولا شركات ديال السيارات الفارهه لي فواتور دو لوكس، ولا لي سوبر كار. ونبداو باول شركه واللي هي اكبر شركه هو الجروب ديال فولكسواغن. اباغ انه عنده شركات ديال الكاميونات اللي هما مانو سكانيا، وعنده شركه ديال لي موتو ديال دوكاتي، عنده سكودا سيات وكوبرا. وكنلاحظوا كاين تشابه بزاف لا من ناحيه البياس ديال الطوموبيل من الداخل، لا من ناحيه الشاسي والموتور. وعاد زيد عليهم الاودي، اي الاودي داخله في الجروب وداخله معاهم حتى البنتلي والبورش، وكنشوفوا واحد التقارب كبير في نظام الملاحه والترفيه الانفوتيمنت في الشاسي وفي بزاف ديال البياس. لامبورغيني حتى هي داخله معاهم، وكنشوفوا واحد التقارب ما بين اودي اير 8 واللامبورغيني هوراكان، عندهم نفس الشاسي نفس الموتور. لامبورغيني اوروس الاس يو في ديالهم حتى هو كاين واحد التقارب، عندها الشاسي ديال الكيو 8 والكيو 7 والموتور ديال اودي. عاد كاين واحد الطوموبيل مهمه ما دوناش عليها كاينه في هذا الجروب، شركه الفرنسيه بوغاتي. هي بوغاتي داخله مع الجروب، وبالمناسبه بوغاتي خرجت واحد الطوموبيله لعيد ميلادها 110. بغيتو تعرفوا شي معلومات ديما حصريه على الطوموبيلات اللي يلاه خرجوا، ما عليكم الا تتابعونا في الكونت انستغرام ولا في لاباج فيسبوك او ما يطلع لكم هنايا. وندوزو للمرتبه الثانيه واللي هي من نصيب ديال تويوتا. تويوتا وفولكسواغن ديما مضاربين على المرتبه الاولى، ديما المنافسه. 2014 كانت تويوتا سابقه ودابا لا. تويوتا شكون ضم ليها؟ ضم ليها ليكزاس اللي كتعتبر المرسيدس ديال جابون، وضم ليها دايهاتسو الحمد لله. وندوزو دابا للمرتبه الثالثه واللي هي من نصيب لاليونس رونو نيسان. ملي نقولوا رونو تنفكروا في طنجه، ما عرفتش علاش. لاليونس شنو فيها؟ فيها رونو، فيها نيسان، ميتسوبيشي، وماشي نقولوا رونو دونك كاينه داسيا، انفينيتي، وبزاف شركات اخرين. وفي المركز الرابع كاين الجروب ديال جنرال موتور. هاد الجروب فيه بزاف ديال الشركات ديال الطوموبيل اللي كيدخلوا كيخرجوا، ديما كاينه الميزاجور. ولكن دابا ابرز الطوموبيلات اللي فيه هما شيفرولي، كاديلاك، جي ام سي، السيارات الامريكيه، سيارات العضلات. وندوزو دابا للمركز الخامس اللي من نصيب كوريان هيونداي جروب. هاد الجروب شكون اللي فيه؟ فيه الهيونداي، جينيسيس، والكيا. في المركز السادس عندنا فورد موتور كومباني اللي فيه غير الفورد ولينكولن. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش لينكولن، معروفه باللي كات كات في امريكان، ومعروفه عندنا هنايا بالليموزين. الشركه السابعه هي هوندا موتور جروب، فيها الهوندا والاكورا. وفي الثامنه عندنا جروب اف سي ا، جروب اللي فيه بزاف ديال الطوموبيلات، اجي نفصلهم شويه. هذا الجروب فيه تقريبا 10 ديال الطوموبيلات، نبداوهم الفيات، كريزلر، الفا روميو، جيب، رام، دوج، لانشيا. ولانشيا وكريزلر كنشوف واحد الطوموبيله كيتشابهوا بزاف، الاباخت، الايفيكو ديال النقل المعروف في المغرب بالنقل المدرسي الخاص، والفيراري. الفيراري فين كنشوفوها كتشابه ومن هنا خرجت جولييتا، الفا روميو جولييتا، خرجت فيها واحد لا كولور اللي كتسمى غوش فيراري، واللي كانت تقريبا ب 20000 درهم. في المركز التاسع عندنا جروب بي اس ا، بي اس ا قنيطره. بي اس ا شنو فيها؟ فيها بيجو، سيتروين، دي اس، اوبل، وفوكسول. فوكسول اللي ما كيعرفهاش هي تقريبا اوبل في شي دول بحال الانجليز. الانجليز ما كيديروش اوبل، كيديروا فوكسول نفس لي موديل. وفي المركز العاشر كاين جروب ديملر مرسيدس اللي فيه مرسيدس، سوزوكي، وماروتي. اش كيديروا هاد الطوموبيلات؟ ما هادي ظالم، ومعاهم حتى سمارت. كملنا الشركات ديالنا ب 10، ولكن ما يمكنش ندويو على المرسيدس وما ندويوش على بي ام. دونك هادشي علاش نزيدو المرتبة 11 اللي هي من نصيب ديال الجروب ديال بي ام دبليو، اللي داخل فيها الميني ونص رويس. واش علاش كنشوفو الموتور ديال سيري سات كاينين في ديروس رويس. كانت هادي هي الحلقة ديال اليوم ديال 10 أكبر شركات ديال السيارات في العالم. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا. انتظرونا إن شاء الله السيمانة الجاية في حلقة ديال تيست درايف اللي غتكون زوينة. ومن هنا الجمعة تنقول لكم تهلاو في راسكم.